والآن نبقى مع أخبار الطقس والزميلة أحلام العجار. شكرا يا محمد. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إن شاء الله المواطنون في العالمين العربي والإسلامي خلال 24 ساعة الماضية بقضية طلب الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية مراقبة هلال شوال مساء الثلاثاء الموافق 28 رمضان، ولكن ثبت مساء أمس بعدم رؤية هلال شوال، وسيتم التحري من جديد مساء الأربعاء، مما يجعل فرصة أن يكون أول أيام العيد الخميس أو الجمعة. نعود مشاهدينا معا إلى الأقمار الصناعية ومتابعة الأحوال الجوية في المملكة العربية السعودية. كما ذكرت لكم في النشرات السابقة، فرصة هطول الأمطار ستكون على المناطق الجنوبية والغربية للمملكة والمناطق المطلة على البحر الأحمر. سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، ستصل إلى 26 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وخلال ساعات الليل ستصل إلى 17 درجة مئوية. مشاهدينا، إلى سلطنة عمان، المناطق الساحلية بدأت تخف تدريجيا حركة السحب القادمة من بحر العرب لتتحول إلى سحب ممكن أن تعمل على أجواء غائمة أو ممكن أن تساعد في انخفاض درجات الحرارة، ستتخلل أو ستنتقل إلى دولة الإمارات. أيضا ستعمل على المناطق الغربية في دولة الإمارات، ستعمل نوع من السحب أو ستعمل نوع من الأجواء الغائمة، وسيكون هناك أيضا انخفاض في درجات الحرارة. شرق المتوسط مشاهدينا، ما زالت حركة السحب عابرة، ليس لها أي تأثير خلال الأيام القادمة. ستكون درجات الحرارة ما زالت تلامس حاجز 35 درجة مئوية. سرعة الرياح ستكون معتدلة في شرق المتوسط، في لبنان وسوريا والأردن وكذلك فلسطين على مدار الأيام القادمة. مشاهدينا، هذه هي درجات الحرارة. سننتقل معا في المملكة العربية السعودية، ما زالت تلامس حاجز 30 درجة مئوية. هذا كان كل ما لدينا لهذه النشرة، وشكرا لكم.